صادفت أول أمس الجمعة الذكرى 22 لرحيل فضيلة الشيخ أبو يوسف أمين طريف، الرئيس الروحي السابق للطائفة العربية الدرزية في البلاد. ففي عام 93 انتقلت روح الشيخ أمين الطاهرة بأمر باريها، وهو في تمام الصحة والعافية والعقل الكامل والسليم. هناك أشياء كثيرة يختلف عليها في الرأي المواطنين العرب الدروز، لكن هناك إجماع كامل بأن فضيلة المرحوم الشيخ أبو يوسف أمين طريف هو أحد كبار مشايخ الطائفة على مر العصور، وأنه بشخصيته وتقواه وحكمته تجاوزت الطائفة في البلاد مخاطر كثيرة وهموما كبيرة، وحافظت في نفس الوقت على عزتها وكرامتها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم في الذكرى 22 لرحيل قائدنا ومرشدنا ودليلنا رئيس الروح للطائفة الدرزية المرحوم سيدنا الشيخ أمين طريف، بدون شك بأن الحسرة ما زالت موجودة بين جميع أبناء الطائفة الدرزية، ونحن نرى اليوم المشايخ الأفاضل من الجليل والكرمل والجولان يأتون إلى هذا المكان إلى بالقرب من ضريح المرحوم للتبرك ولثم الضريح وطبعا للابتهالات الدينية. في هذا اليوم نتذكر المرحوم وأعماله وما قام به من أجل كرامة الطائفة وكيانها ورفع شأنها، بدون شك بأنه يوم صعب، وما زالت الحسرة موجودة في قلوب جميع أبناء الطائفة الدرزية. خبر وفاة فضيلته ذاع صداه في أرجاء المنطقة، وأعلن الحداد في جميع القرى العربية الدرزية في البلاد، حيث تعطلت المدارس والمؤسسات الرسمية لمدة يومين، وأعلنت حكومة إسرائيل أن مراسيم الدفن سوف تتم وفقا لمراسيم دفن رؤساء الدول، حيث شارك فيها جميع أبناء الطائفة الدرزية ووفود من جميع الطوائف في البلاد، وعلى رأسهم رئيس دولة إسرائيل، رئيس الحكومة، رئيس الكنيسة، القضاء، الوزراء، ورؤساء الطوائف الدينية والسفارات الأجنبية. وبناء على تقرير شرطة إسرائيل، فقد شارك في تشييع الجثمان الطاهر أكثر من 150 ألف إنسان، كما وأقيم في عبي في لبنان وفي جبل الدروز في سوريا موقف حاشد لذكرى المرحوم. طبعا نتذكر في هذا اليوم كما كل يوم سيدنا الراحل الشيخ أمين طريف، الذي كان ليس فقط قائدا روحيا دينيا بارزا جدا، ليس على نطاق الدولة فقط بل على الشرق الأوسط والعالم، واعتبر الرئيس الروحي للطائفة الدرزية وأكبر رجالها الدينيين. فمكانته الروحية الدينية العالية مكنته من قيادة زمنية وليس فقط دينية للكثير من الشؤون التي واجهت الطائفة الدرزية ليس فقط في هذه البلاد بل في لبنان وسوريا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين المكرمين فضيلة شيخنا الراحل الشيخ أبو يوسف أمين رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. كان شيخا من المشايخ التقاة الذين اصطفاهم الله لخدمة رعيته على الأرض. والشيخ أبو يوسف أمين كان معروفا أنه ليس شيخا للطائفة الدرزية فقط، فاحترامه كان موجودا من قبل جميع الطوائف في هذه البلاد وخارج هذه البلاد. جميع من كان على هذه الأرض كان يحترمه ويجله ويقدره لخدماته الكثيرة التي قدمها من أجل أبناء الأمة العربية بشكل عام، ومن أجل أبناء الطائفة التوحيدية الدرزية بشكل خاص. مع مرور الأيام نرى أن فضيلته كان شخصية فريدة من نوعها، ويمكننا أن نقول إن الله أنعم على الطائفة المعروفية بأن وهبها شخصيات دينية وغير دينية فذة. في القرن العشرين كانت حامية وراعية لأبناء الطائفة في إسرائيل وسوريا ولبنان، وكان فضيلة المرحوم الشيخ أمين طريف في مقدمتها. عماد غضبان، قناة هلا.